وسهلا 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 فامي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيان؟ ان شاء الله تكونوا كاملين الدراري بخير عليكم في احسن الاحوال. معكم بايكر حمزه في فيديو جديد من سلسله يوميات جلوفرز. اليوم الدراري راح نخرجوا نضربوا واحد الدويره الاخوان، ومن هنا نبارطاجي معكم الشركه ديال سيرفود. بالنسبه للناس اللي كيسولوني في انستغرام تيقولوا لي بغينا نخدموا فيها سيرفود، يا سيرفود الاخوان راه طالبه الدراري من مختلف المدن، ما غادي انت تسركلو وغادي ندوي لكم على شنو كتطلبوا. بالنسبه للناس اللي كيسولون حتى الاخوان نفس الاسئله كتبقى تعاود، داكشي علاش بغيت اليوم خارج وقلت نهضر نيت على هذا البلان هذا. ماشي هذا الفيديو دايرو على ودي ياسر، وانما خارجين باش نجيبوا واحد الدويره خفيفه وهنا نهضروا على هذا البلان هذا اللي قلت لكم الاخوان ديال ياسر فود. بزاف ديال الدراري باغي فين بنادم يخدم في هذه الوقيته الصافي يستغلوا وما كيلقاش، وحتى الشركات تقلبوا على الدراري وما تلقاهمش ما كيلقاش. والله هذا عيد مولاه اخوان. الناس اللي تيقولوا لي واش الموطور عندك راه سميته ستوندار، راه الموطور ماشي ستوندار الاخوان، راه باين ديبارانت هما راه 60، راه تعرفوه بالله ماشي ميارش. ماشي 50 حتى من الدقه ديال الموطور راه باينه، يعني ما كاينش تقولوا لي واش الموطور 50. بالنسبه للدراري الجداد لاول مره كيتفرجوا في فيديوهات ديالي الاخوان، ما تنساوش تفعلوا معنا الفيديوهات، خليو شي لايك، رجعنا الاخوان بقوه ونحطوا لكم فيديوهات عاوتاني جداد، وداكشي عاوتاني راه مشكله. اكفص طريق هي هذه اللي تقدر تمشي منها دابا، وسير نمشيو من هنا ولا نمشيو من هنا؟ نمشيو من هنا. وان كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الشركه ديال ياسر فود شنو هما الوثائق اللي كيطلبوا باش يخدم فيها الواحد، وراه الشركه راه طالبه الدراري في مختلف المدن كيف ما قلت لكم، راه ماشي غير في سلا ورباط. بالنسبه للناس اللي ساكنين في سلا ورباط تمارا غيتواصل نعطيكم النمره ديال السيد اللي مكلف. اخواننا انا راه ما كندير حتى شي اشاره لشي شركه ولا كنتخص الشركه، انا راه غير بغيت نبارطاجي معكم العشران هاد البلانات هذا، حيت كاملين فحال فحال كاملين كندوزو من نفس الطريق، يعني راه ضروري البنادم تيبغي يقلب وكذا باش يجيب الله تيسير. شنو كنت نقول لكم مول داسيا، وا مول داسيا بلاش مول طاكسي بلاش. هذه اكفس طريق تقدر تدوز منها هي هاد الطريق هذه، وفي العشيه ملي كيخرج الموظفين. هم زربوا عليهم شي، قلت لكم راه اكفس طريق شو كيديروا شوف شو. يا ربي السلامه. بالنسبه للاخوان الوثائق ديال ياسر فود اللي كيطلبوا، ما تطلبوش شي وثائق اللي كثيره، مثلا تطلبوا يمكن فوتوكوبي ديال لاكارت، ورق الموتور، حسن السيرة، و شنو اخر، بطاقات المقاول الذاتي، لابد من بطاقات المقاول الذاتي العشران، هادو ضروريين الاخوان باش تخدم في ياسر فود. وبالنسبة للتوقيت اللي دايرين باش تخدم فيه كتبدا يمكن من 10:30 حتى ل 11:30 او من 11:30 ل 10:30. المهم بالنسبه للتوقيت انت كتهضر معاهم باش يقادوا لك البروغرام ديالك. وبالنسبه للاخوان الخلاص، الخلاص راه كيتخلصوا من 15 يوم، من السيمانه للسيمانه، الخلاصه الاخوان راه كيتخلصوا من السيمانه للسيمانه. كيصيفطوا لكم فلوس في سميتو هادي، كيصيفطوا لكم الفلوس في بريد كاش، البريد كاش. يلا يلا اخي، صاحبي راه ما فهمتش ان الطريقه دي دايره بحال هكا. كيف ما قلت لكم العشران تيصيفطوا لكم فلوس في البريد كاش، كتشتيريهم كيصيفطوا الكود ديالك حتى لعندك، وكتشري الفلوس وكتخرجهم.
قلت لكم لي كوموند راه كتبدا من كم من 10 درهم حتى 12 درهم، يمكن لي كوموند تبداو ب 12 درهم، اي كوموند تبدا ب 12 درهم سواء قريبه سواء بعيده، هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه ليا سير فود. دابا هنايا نكونوا سدينا هذا الموضوع الاخوان بالنسبه للدراري اللي خدامين في الرباط في جلوفرز، شي واحد طحت ليه بطاقه المقاول الذاتي سميتو ماشي نسيت على السميه ديالو ماشي هذه ديالي هاي اخوان ما بغيناش نذكروا الكنيه ديالو ونشوفوا سميتو ادريسي لاتين نزيدو يا شوف شنو كنا غنديرو شوف شوف جهز معايا الفلوس باش نصيفط لجلوفو فلوسو شي جا فلوس يا صحابكم درت ليه بس يا في السلامة يا كيف ما قلت لكم الاخوان شي واحد طاحت ليه لاكارت ديال المقاول الذاتي بسميت الادريسي ادريسي راه هي عاد خديتها من عند واحد الصديق عطاها ليا اللي طاحت ليه تواصل معايا باش نعطيها ليه راه هو مربي الشعر وقالوا قال لي راه يمكن وقال لي ساكن في لاسيتي حي السلام في سلا لاسيتي حي السلام دور العسكر زعما شو على الطريق كي دايروا عمي البوليسي دابا حنا يمكن ندوزو من الوسط ياك هاكاك يلا مال هاد مول الموطور هادا تيقيدو ليه ايه والله ما يسبدوكش مقيدين لك هادو راه ما تيتعاتقوش جيتي نتا حتى البلاد البلاصة فين كاين البوليس وباغي تجيب لا كاسك تا راه ميمكنش تستعبدو تا راه لك نتي مزروب ودزتي بعدا بهاد من هاد الطريقة ديال الطوموبيل والله لا دزتي برك شوف دابا هادو قصاش يوصلو دو للور ساكا بقاو بيا عرفتي دابا راه ما تيحملوش مول المطر تمو غادي تصور انا غير مصر راس هو باقي واقفين مساكن هنايا البلان هذايا هادشي باش زوين الموطور باش زوين مابقاش كلاكسوني ايدا اخي حيد اوتوستوب اخويا راه غادي يشد دير زوين غيشدوك البوليس غيمحنوك سيري الميكا سيري فحال بقاو تهزو معاكم بنادم الدراري الناس اللي كيديروا اوتوستوب هزو معاكم كاسكات وشوفوا ديك الساعه بنادم واش يهزكم ولا لا والله الا يهزوك راه ما يمكنش دابا تهز واحد بحال هكا يشدوك البوليس 150 غادي تخلصها انت طبيعة الحال غادي يخلصها هنايا انت ما عندكش كان عندك راك شديتي طاكسي شي علاش الدراري بنادم يدير واحد المبادره هزو واحد الكاسك ديك الساعه بنادم لو ركبك ما يخافش ثم غادي مركب واحد وغادي وهارب خايف من البوليس نطلعوا من هذا المكان شو على اصغر رومبا كاينه عندنا هنا شوف بيتزا هادي ماشي رومبا لا الاخوان دزنا قدينا داكشي اللي كنا جينا على وديتو حنا دابا راه راجعين لمدينه سلا الدراري كلشي كتوقع لي ملي تيكون قدامك البوليسي حتى راه بريكر كلشي هو هذاك كتبغي تضوبلو كتقول غنضوبلو غيشدني يلاه ما بقى موراه بقى غادي موراه احسن ليا هذا راه ما تقولش يا شي واحد ما تتوقعش لي كيبان لك البوليس قدامك تبغي تضوبلو شو تقول لا ما نضوبلوش خليني موراه بقى غادي احسن ليا هادشي اللي غيوقع لينا ولكن حنايا راه ما عندناش اشكال حنا غنضوبلو ولكن الطريق جات دايره هذه الاخوان راه اصعب بلاصه بالواحد يقطع فيها والله الاخوان اصعب بلاصه في هاد النفقات ما يقطعش بنادم من الراس ديال النفق تصور بنادم الطوموبيل جايه مكسيريه وانت غادي تقطع ترك غادي راه يشوفك اصلا الرؤيه راه منعدمه باش تكونوا عارفين وشحال من حديثه كتوقع الله يستر في هاد البلانات عندك باش يقطع شي واحد اوقف فيها رجع للور رجع للور تي الخضر كتشوف فيه وباغا تقطعي يلا مول النينجا يلا شنو هي هادي السونطروا الدراري بالنسبه للناس اللي كيسولوني تقول لي واش تخدم واش يمكننا نخدمو بالكروه كروة الاخوان راه ما خدامهاش في لا ريفريز الكروه راه لا داتك 20 كيلومتر ما طاحش ديك السنسله ولا تقطعت لك الكروه ما تقول لها حد الحد
كنظنش غتحمل هاد الطرقان ديال الويل اللي عندنا هنايا. لذلك الاخوان من الاحسن الشينوا، الشينوا اللي حكمت العالم، ماشي بحكمتها زعما هي حيت تصبر، ماشي اللي كنهضروا عليها كتصبر ديال تماع. ما اللي بغى السرعه وبغى الصح والمتانه يزيد الفلوس. اسمح لينا درنا لك الهروب الماكر. يلا جماعة ديما تستافد تشكون هنايا ديما ديما. عرفتوا الاخوان هادو اللي جايين كاملين جايين من فوق القنطره، شتيهم هما غاديين بهم غاديين بهم يداويوهم كاملين هادو اللي جايين فوق القنطره. لذلك بنادم ما يبقاش يدوز من الجهه ديال القنطره راح يتشابك ديال بصح. هذه هي احسن بلاصه كندوز منها هنا في حاله ما بقيت عاق، دوز مرتاح مع راسك، كاينش اللي غيشبعك ما كاينش اللي كراكسون عليك كاينش اللي غيوقفك بخير كاع. شي واحد بوليسي ميت هنايا ما تيكونش الضو هنا بالليل الظرف فيها تلقى راسك طرشي فين طالعين هاد تا في غادي هادي يلا يا هلام ولا التاكسي وسير غير بشوية ويا التاكسي عندك 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 على حفاري دورا ماشي حفاري هادو دورا الموج. ايه فوالا الدراري هنا كنكون وصلت معكم نهاية ديال الفيديو، نتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تكونش بطبيعة الحال طولت عليكم، تكونوا استمتعتوا معنا في هاد الاجواء هادي الرائعة في مدينة سلا. يلا العشرام ما تنساوناش التعليقات ديالكم، اي تساؤل اي مشكله كنخلي لكم ليان ديال انستغرام اول تعليق. تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله الاخوان ونتلاقاو بيس ليكم.